هذا هو المصدر تاع ولادي، هذا الخوت ولادي هو هذا. همشي ما جبرنا فين نهربوا ولا فين ولادنا الدرع باش خبعناه. اضطراب عمر علينا، طلعنا من فوق انا سخفت. اللباس الجيران كيعطونا اللبس، والله ما عندنا حتى شي حاجه، ربي هو اللي شاهد. ديك الشيء هو ديك الجبر راه هو، ديك الجبر راه هو، وحنا السكان تحت منه، حنا هما السكان. ما بقينا فراش، ما بقاونا مضارب، ما عندنا فين نعسو. نقوم تلغاو تلقى فهو تطلع مني مشى عليك الصوت، فيا السكر فيا الدهس فيا كلشي. معكم سعيد الحومة ربع ساعة، والحمد لله هادشي هذا مول فينا لكل عام. هاد العام هادي أكثر خسائر وقعت بزاف، الحمد لله كتشوفوا هنا ضروا بزاف، مشاو لهم شكايات الطحين هنايا، مشاو لهم زيت الزيتون، مشاو لهم يعني الحانوت مشى كامل، حتى النبيله ديال الدانو اللي كانت واقفه في الباب هبطت المياه، يعني البواط عاود لحقوا الناس من تحت، يعني المحل هذا نضر بزاف، نضر واحد تضرر كبير بزاف. علاش هذا الشيء؟ هذا السبب هذا كانوا كيعملوا الطريق يقوزوها من فوق، لك الرمل تما اللي كيحفروا كيسيبوها في الواد، كيسيبوا اللي كيحفروا لك الشركه ديال الطريق الفوقي اللي كيحفروا كيسيبوها في الواد. مع تبارك الله هبطت هذه المياه كثيره وقوالك الحمل هبط كامل، يعني الحجره هبط البيبان تفرعوا، بقاو تبارك الله لك جود الله اللي هبطنا هنا الحجار فيهم 40 حتى 50 الكيلو، يعني البيبان طردقوا من هنا. انا الدار ديالي هي مشات لعشت ولادي، هي هذه اللي كيفاش كنعيش ولادي، هو الفران مشى لي ما بقى لي فيه حتى شي حاجه، بقيت غير كان الله والرحمه ديالها هذا اللي كنعيش به كل شيء. عمر انت تهضروا خبز هذا اللي عشت ولادي، هي هذه عايش هذه العيال كاملين اللي كتشوف، عايش هذه العيال باش كنعيش من الناس المطعم. كانت له غير يعوضوني يعوضوني شي حاجه باش نعاون هذا الشيء هذا نخدم على ولادي. هذا هو المصدر تاع عيش ولادي، هذا الخوت ولادي هو هذا، هذا باش كنعيش ولادي هو هذا. ها هو مشى، لا راه نفسي في الدار جالس. احنا يا الفران هذا كناكلوا من طرف الخوت مشى لنا كامل، ما بقى فيه والو، ما بقى حتى شي حاجه، انت كتشوف كل شيء بعينك. جا خطات غطسه واحده، ما جبرنا فين نهربوا ولا فين ولادنا الدرع باش خبعناه. تا باقي اخور ما قدرنا عليه نجمعوا حتى حاجه، كلشي انت كتشوف بعينك. ما كاينش حتى درهم اللي دخل علينا من غير هاد الثقبه هادي. عشره بينا والوليده مسكينه توفات، والوليد فوريا انت كتشوف وحديتو كيتقاتل هنا. وقع لنا ثلاث ايام وحنا هنا فهمتي، دخلنا الماء ووقفوا معنا السلطات، سعد الخايد وقفت معنا الباشا، جا سعادة العميد دخل عنا المشكل اللي كاين. وقفوا علينا هاد الشيء هذا بزاف، والناس كامله كتنضغط هنا كتشوفها واحده جوج ثلاثه. ثلاث ايام وحنا هيدا، ثلاث ايام وحنا خدامين، حنا باقي خدامين. لا لا ما نصورش، انا وصلت راسك، انا خلينا نوصفو فور ماشي لا على الرياض. ها هو هي هذا شي مصدر ضرنا، حنا جالسين على غفله، شي جفاجأة فهمتيني. يلاه ملي شفت الحمله بدات هواده وهذه، مشيت تجيب شي العيال دبني خافت عليهم. حنا طلعنا للفوق نشوفوا غير الماء عام علينا في دقيقه، ما عرفنا ذاك الخير هذاك ما يجا. التراب عمر علينا، طلعنا من فوق انا سخفت تحت، صافي تحت في الارض. ديك الساعه كاع بالي المنقص عملنا السلم، مشينا عيطوا لنا الجيران، هربنا عند الجيران، قلنا صافي هذه الساعه بلغت صافي. وبديت كنشاهد، بديت كنشاهد صافي، قلت الحمد لله صافي، لك الساعه ديالنا وصلت صافي. كلشي مشى لنا، كلشي مشى، الماريو مشى، الفراش مشى، صيبنا كلشي. انت دخل شوف بعينك كلشي مشى، ما بقات حتى حاجه. اللباس الجيران كيعطونا اللبس، والله ما عندنا حتى شي حاجه، ربي هو اللي شاهد. اي والله كلشي مشى، كلشي اللهم لك الحمد. وهذا الطرقان اللي خرجوا علينا، وهذا الترباني، وهذا الحجار، غير ذاك الحجار راهي قلت اللي غتجي في هذيك الحجره غادي يموت. الناس هاودوا من هنايا في الفيضان، نقدوهم الرجال، حتى حاجه ما بقى، حتى حاجه.
اخا وجبرتينا كنتواجدوا في الحي د الحومد بربع ساعه الجهه كامله كتتم اربع ساعه وهادشي اللي وقع هذا شتاد ربي الحبيب حنا كنعرفوا شتا يعني ربي كيسرد ولكن الا واحد الطريق من فوق كيعدلوها الحزام الاخضر هذاك هو اللي سبب هذا التصرف هذا وهاد الكرافو وهاد الحجر يعني ربع سنين وما كيحفروا تما وما عاملين شي شي شكاله على السكان وحنا جينا من تحت ديك الطريق هذيك يعني مني كانت الشتا بدات قويه قال ما هود وحفر لهم ديك الطريق ديالهم هبطات علينا مني هبطات الناس ما جبرات فينا انت تشوف الخاوه انت كتقول شي بعيدا الدنيا رفتي وطموره دابا انا مطموره فوق منا باش الدنيا بقات هاي وحما ندارش باش نقول لك غريب شتا وكرافا والحجار وديك الحجار ديالهم كامل فهمتي هاد الحجار هذا ديالهم كامل الجبل ما هبطت حتى الشجره ولا الحجار هبط التراب كرافا ديالهم كرافا والروز يعني هادشي هذا الشركه هما السبب في هادشي هذا وكنتمناو من الله ياخذ الحق حيت ما كيعملوش الحاجه هي هذيك اذا كانوا عملوا شي مسائل اللي تكالي علينا ما كناش غنضروا هيدا وما كانوش هاد الناس غيعيشوا هاد الحياه هادي الناس عمرها 40 سنه وهي ساكنه هنا عمرها عاشت هاد الحياه هادي لاحظ كان هابط الفانا حسينا واحد كارثه العظمى هاد الطريق هادي اللي تينا كارثه حنا كنطلبوا من الدوله ومع هاد الناس اللي كنصوتوا عليهم مع هاد الناس اللي كنتخبوا عليهم كنعطيهم الاصوات ديالنا ما بقى لنا فراش ما بقاو لنا مضارب ما عندنا فين نعسو ولدي ربطتو في الحبل هنا باش هبط مسكين على السكار لما طلع عليه حتى السقوف القوة الغوت اللي كنقوت عليها ملي مشى عليك الصوت فيا السكر فيا التاسك فيا كلشي هادشي ديال الله تعالى وتبارك ولكن هاد الطريق هي اللي عملتينا الكارثة خذ الحق وكنطلبوا من الناس المسؤولين يعوضوا ما عندنا باش نغطيو ما غير الناس مساكن التاسع كيجيبوا لنا ما ناكلو انت كتشوف لا بوطه لا دار لا دوا دخلوا علينا الماء هاد فالزربه ما جيناش نتحركوا حتى كان كلشي ها هو مع الماء والعيال كلشي داوهم الماء اجبرناهم غير فاينا مساكن كلشي ها هو ما بقات لنا حتى حاجه انت لا كتشوف اولي هادشي هذا كامل من مجي من هاد الناحيه هاد الشركه الطريق اللي عدلو يعني ديك الحجر اللي كان تم عاد منزل كامل هبط بالنسبه للمسؤولين يعني كنطلبوا يعني يشوفوا نات السكن يعني الضرو وخاصهم ضروري التعويض السيد هنايا عنده الحانوت مسكن كلشي مشى له الناس هنايا كاملين مساكن عاود مشاو لهم الفراش ديالهم مشاو لهم كلشي ديالهم دابا عاود غادي يجيبوا المعلم ضد الضا و انت فاهم المعلم كلشي غادي يعاودوا داكشي من جديد هادشي هذا كما كتشوفوا هادو عمر ما وقع تن هاد العام هادي بلي جات الشركه ديال الاوتوروت من فوقي كيغوزو اوتوروت من تما كيغوزو الطريق داك الحجر محافرين بزاف داكشي اللي كيحفروه ما كيديوهش كيلوحوها في الواد كيلوحوها في الواد كيلوحوها في الواد تبارك الله طاحت الشتا هذا عمار وهبط داك الواد كامل تما بلك الحجار كامل انت كتشوف الناس ضرات بزاف حنا كنطلبوا من السيد الوالي من السيد العامين يعني هاد الناس نضروا بزاف من ناحيه الحانوت السيد هنا مشات النبيره كامله بالدانون ديالها بالسكر هبط مع الحمله هنايا الله ينعس الشيطان شويه كنا نصوروها البوط مشى والطحين مشى والزيت كحله كانت عنده ان شاء الله جبن موزن مشات له كامله يعني الحانوت نضر بزاف بما الساكنه فوق الناس دخلوا من اتات الدار الطبقه الاولى مشى كامل كاين بعض الناس هنا الطبقه الثانيه طلع لهم الماء حتى الطبقه الثانيه يعني اللي كنبغي نشوف كنوجهوا هذا النداء هذا السيد الوالي المهديه ولا السيد العامل يشوفكم الحاله ديال الساكنه راهي مضرورين بزاف مضرورين بزاف وانتم عاينتوا المعاينه ديالكم هنا وشفتوا كشي الناس من ضروره بزاف راه الناس ثلاث ايام ما خدامين هنايا والانعاس والتراكسات هنا شي ربعه وثلاث ايام باقي ما قدروش يساليوا هذا الشيء هذا اللي كنوجه انا الرساله هذه للسيد الوالي بالضبط السيد الوالي المهديه هو اللي يقدر يشوف هاد الساكنه هذه يعني الناس نضرت بزاف الله يحسن العام راه انت خايب دابا تكون عندك الحانوت هنايا النبيره هو هذا ديال الدانون الزيت السكر داك المصدر داك لقمه العيش مسكين دابا السيد قالوا راس المال كامل ماينا يجيب هذا دابا قالوا تما ها الحليب انت عاينتي تما الصوار قالوا ها الحليب تما منزل والسكر فين مشى لك راس المال مشى كامل نطلبوا السيد الوالي المهديه يشوف الناس هاد التعويضات هادو بعدا كيعوضوهم بعدا ها النص ماشي الخسائر خسائر كبيره تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد